لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. البلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني بدنا نعيش. بياع اللي بدفعش عندهم بجيبوا 6-7 بضربوه. اصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. خير. الله يصبحكم بالخير مما كنتم عم تسمعونا. تحياتي الصباحية للجميع. أحلى صباح لحنا مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، هذا اليوم الاثنين 29 من آب للعام 2022، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك وطن. شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. أينما كنتم نحييكم بتحية الوطن فلسطين، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب، ولأولئك المضربين عن الطعام، ولخليل عواود هذا الجسد المنهك لكن صاحب الإرادة الصلبة، كل التحيات والدعاء. أينما كنتم إذن نحييكم مني ومن طاقم العمل الزملاء خالد نجاس، عبد الله الخطيب، علياء الطيطي، ومن ريم العمري أطيب الصباحات. اليوم بقلك صباح الخير يا وطني اللي طاير عجناح الطير. كل يوم بقلك صباح الخير يا وطني اللي طاير عجناح الطير. بتصبح فيك كل ما طلع نهار، صباح الخير ومساء الخير. اليوم بقلك صباح الخير يا وطني.
يعني في البداية بدأ أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، عبر وكالة وطن للأنباء مباشر على موقع الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكل اللي معنا عبر الفيسبوك مباشر، الله يصبحكم بالخير. وأرقام الهواتف للمشاركات 0229-66195 0229-66197. وطني يا جبال الغيم الأزرق، وطني يا قمر الند والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وساعدني. مع بداية العام الدراسي الجديد بنحكي لكل الطلاب الله يوفقكم يا رب ويهدي بالكم ويكون في عملية تربوية مستقرة ومستمرة. والتعليم هو سلاحنا في فلسطين، التعليم هو شهادة للبنت وشهادة للولد وشهادة للجميع. التعليم هو في فلسطين واجب، واجب علينا كلنا إكمال التعليم ونتسلح بالتعليم، والأهم تعليم التربية الوطنية والمبادئ الوطنية والمفاهيم الوطنية والانتماء للوطن وحب الوطن. هذه أساسيات ومبادئ يجب علينا أن نتمناها ويجب علينا أن نتبناها من أجل مستقبل أفضل لجميع الأجيال. فلسطين هي العنوان وستبقى العنوان. عام دراسي موفق للجميع. يعني مع الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة بنمر اليوم ومبارح بأجواء جدا حارة، الله يهونها على الجميع. دائما في هذه الأجواء بنستذكر الناس اللي ما عندها وسائل تخفف عن حالها الحر، الناس اللي بتشتغل بالشمس، السائق اللي بيضلوا من الصبح لآخر النهار بالسيارة، العامل اللي في ورشته، الحداد، النجار، صاحب السوبر ماركت، كل الناس اللي بتشتغل أشغال حرة في أجواء صعبة. نتمنى أنه ربنا يخفف هذا الحر عن الجميع. كمان في نقطة مهمة يمكن الناس بتغفلها في هاي الأجواء، وهي صراحة شيء جميل أن نرحم الآخرين. بتلاقوا أنه الحيوانات في مثل هذه الأجواء بلاقوا وين في مكان في مشان يروحوا يقعدوا فيه، ومعظمهم بيكونوا مصابين بالكسل، سواء الكلاب الضالة وهي منتشرة بكثرة في شوارعنا أو سواء القطط، وأيضا الطيور. إذا حطيت صحن فيه مي على شباك غرفتك، إذا على باب عمارتك حطيت مي، في كل مكان بتقدر تحط كاسات بلاستيك فيها مي للحيوانات تشرب في هذه الأجواء الحارة، شيء بيكون لفتة جميلة جدا. لأنه فعليا يعني بيخبرني أحد الزملاء أنه أنابيب المي اللي عندهم للخزانات كلها مخزقة من الطيور اللي أجت بدها تشرب مي وما لقت فاضطرت أنها تعمل هيك. فهاي الأجواء الحارة يعني حلو أنه نرحم بعض فيها ونرحم الحيوانات أيضا. نتمنى للجميع كمان للطلاب الأطفال اللي اليوم طلعوا على المدارس إنه اليوم نفروض بروحوا بدري على البيت فورا، تخلوش أولادكم بالشارع، ما تخلوا الأولاد تحت أشعة الشمس ولا بالحارات ولا بالساحات. لا سمح الله، لا قدر الله، أي ضربة شمس ممكن إنها تصيب أي طفل، يعني رح تسبب له مشاكل كبيرة. فنتمنى السلامة للجميع. يا طير الطاير يا رايح عالدير، تحميك عيوني وتسونك عين الله، والله يمسافر شعلاني هالغير، فلسطين بلادي حلوه يا ما شاء الله. خير
لكل اللي بيتابعنا عبر المباشر، صباح الخير لك في ريال، للجميع اللي دائما بيكونوا بشكل دائم مستمعين دائمين لنا عبر المباشر. نحكي شوي عن العام الدراسي، وكان في حكي انه عن اضرابات او عن عدم بدء، انتوا احكوا لنا يعني المفروض هلا في الحصه الثانيه بلشنا، كيف الوضع، كيف الاقبال على الدوام اليوم؟ كمان بدنا ناخذ راي موقف اولياء الامور في هذا الموضوع، مجلس اولياء الامور حابب يعبر عن رايه فيما يتعلق ببدء العام الدراسي، كما انه بالامس ايضا الهيئه المستقله ومؤسسات واكاديميين نشروا تفاصيل مبادره دمقرطه اتحاد المعلمين، وهذه بتوقع المبادرة مهمة. ففي اجتماع انعقد بالأمس قدم فيه مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أهم مخرجات لجنة الدمقرطة، والتي وجدت أن أنظمة ولوائح الاتحاد العام بشكلها الحالي تتضمن إشكاليات جوهرية وبحاجة إلى مراجعة شاملة. وهون خلينا نحكي إحنا إنه أهم نقطة كانت في المبادرة هو إنه يكون في هناك نظام ديمقراطي داخل اتحاد المعلمين، يصير في انتخابات دورية، المعلمين ينتخبوا من يمثلهم. أما نضلنا إحنا ماشيين إنه خلص هذا هو الاتحاد وهذا اللي انفرض وهذا الموجود وهذا اللي إحنا وإحنا وإحنا، لا، لازم يكون في عملية انتخابية دمقراطية فيها بشكل دائم، ينتخب المعلم من يريد أن يمثله. رح نحكي أكثر مع الدكتور عمار دويك عن هذه المخرجات اللي باعتقادي إنها مهمة جدا ويجب الأخذ بها فيما يتعلق باتحاد المعلمين وفيما يتعلق أيضا بمبادرة إنهاء أزمة التعليم. أزمة الصبح وزمامير الصبح والأزمة الصباحية والأزمة عند الإشارات والتأخير على الدوام والتأخير على المدرسة، رجعت الحياة لطبيعتها، بدأ العام الدراسي الجديد، كل الناس اللي انطلقت لأعمال اليوم حست الأزمة اللي كانت موجودة بالشوارع. خليني ارحب بالدكتور عمار دويك معنا عبر الخط الهاتفي، مدير عام الهيئه المستقله لحقوق الانسان. دكتور عمار صباح الخير، اهلا بك معنا. تحياتي، يسعد صباحك، صباح المستمعين والمستمعات. اهلا فيك. اذا بالامس كان في هناك اجتماع عقدته الهيئه والمؤسسات الشريكه، خلينا نحكي في مبادره المؤسسات الاهليه والتربويه والشخصيات الاكاديميه والفعاليات لانهاء ازمه المدارس الحكوميه، خرج هذا الاجتماع بمخرجات هامه جدا، خلينا نحكي عنها تحديدا فيما يتعلق بالنظام الاساسي لاتحاد المعلمين ودمقراطيه هذا الاتحاد. نعم صحيح، كما تذكرين العام الماضي، العام الدراسي الماضي في أيار أطلقنا مبادرة إنهاء أزمة المدارس الحكومية، واللي الحمد لله المبادرة يعني هي اللي أنهت إضراب المعلمين اللي استمر على مدار 60 يوم وعادوا للدوام، مقابل يعني إحنا المبادرة تضمنت 5 بنود، وفي 3 بنود تتعلق بالحكومة، جزء منها نفذ، جزء منها يعني جاري تنفيذه، وفي بند يتعلق بسميناه دمقرطة اتحاد المعلمين. شكلنا لجنة من 5 أشخاص بما فيهم الأمين العام لاتحاد المعلمين ومسؤول منظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى أنا موجود في هذه اللجنة، زميلتي من الهيئة المستقلة المحامية خديجة زهران، والأستاذ أشرف شعيبي نائب المدير التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة للسيد وجيه العيسي هو خبير في الشؤون النقابية. إحنا عملنا على مدار الأشهر الماضية 3 شهور راجعنا لوائح وأنظمة اتحاد المعلمين، وقدمنا تصور يتضمن مجموعة توصيات
تتعلق بمراجعة وتعديل أنظمة ولوائح الاتحاد بحيث يتيح المشاركة الكبيرة والواسعة لجميع المعلمين والمعلمات دون تمييز، أنا بقصد المعلمين والمعلمات الحكوميين، صحيح، دون تمييز في إطار الاتحاد. حطينا توصيات تتعلق بإزالة أي عقبات على الانضمام للاتحاد. الآن يستطيع أي معلم أو معلمة معين في الحكومة الفلسطينية أن ينضم الاتحاد، والالتزام الوحيد عليه هو أن يدفع الرسوم، هي 30 شيكل تقريبا بالسنة، يعني شيء رمزي. ولا يوجد، يعني حطينا توصيات اللي وافق عليها الاتحاد، يعني وافق عليها الأمين عام الاتحاد، ووعد أن ينقلها للمجلس المركزي لتعديلها. يعني أمين عام الاتحاد الحالي كان معكم خلال هذا؟ نعم طبعا. احنا هذه اللجنة هو معنا وشارك، وطبعا احنا دخلنا مفاوضات طويلة، يعني منه صعبة على مدار أشهر لحين توصلنا للتصور اللي نشرناه بالأمس، اللي بتضمن تعديلات على اللوائح الأساسية، قلت لي يتعلق أولا بالعضوية، سهلنا الانضمام، أيضا الترشيح أزلنا أي عقبات تحول دون ترشح أي شخص حتى لو انضم اليوم للاتحاد، طالما عنده سنوات خبرة في التعليم بيقدر يترشح للمناصب العليا بما فيها منصب الأمين العام اللي بده 10 سنوات عضوية بالاتحاد. حطينا آلية كيف ممكن يترشح. أيضا سهلنا ووضحنا أجسام الاتحاد بحيث صار واضح أنه المعلمين الحكوميين لهم قطاع خاص فيهم اسمه قطاع المعلمين الحكوميين ضمن إطار الاتحاد، وهذا القطاع هو ديمقراطي من قاعدته لقمته، وهو يختار ممثليه، يعني ابتداء من لجان الفروع اللي هم على مستوى كل مديرية، وبنتخبوا لجنة فرع، واللجنة عددها بكون حسب عدد المعلمين في المديرية بنسبة 1 لكل 100، يعني إذا كان في 1000 عضو منتسب للاتحاد في المديرية بكونوا 10 أعضاء في اللجنة، وهذول بصيروا أعضاء في المؤتمر الاتحاد، وهم اللي بيختاروا يعني المجلس المركزي والأمانة العامة وانتخبوا الأمانة العامة. وبالتالي يعني حطينا آلية، واتفقنا أيضا على أنه يجتمع المجلس المركزي للاتحاد قبل نهاية العام الجاري، قبل نهاية 2022، ويقر هذه التعديلات على النظام الأساسي والنظام الداخلي، وبعد ذلك تجري الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. بمعنى الآن احنا نتوقع من الاتحاد أن يجتمع مجلس المركزي أن يقر التعديلات وأن يدعو لانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ التعديلات، بمعنى خلال العام الدراسي الحالي، خلال العام الدراسي 2022-2023، نأمل أن يكون هناك يعني عندنا انتخابات لاتحاد المعلمين. وندعو إحنا بصراحة كجهة يعني راعي للمبادرة، وأيضا شاركنا في لجنة مراجعة اللوائح والأنظمة، إنه بعد إقرار هذه اللوائح ندعو المعلمين والمعلمات إلى الانخراط بالاتحاد، تقديم طلبات العضوية والمشاركة الفاعلة على مستوى التصويت والترشيح، حتى فعلا ما حدا يقول بكرة والله هذا الاتحاد يمثلني أو لا يمثلني. صحيح. الآن الفرصة متاحة ولا توجد عقبات أمام المشاركة، وإحنا سنستمر، إحنا ولجنة الانتخابات سنستمر بمتابعة هذه العملية، بالإضافة لشركائنا في المبادرة طبعا، راح نستمر بمتابعة الموضوع، نتأكد أن الاتحاد فعلا اجتمع وعدل الأنظمة، ولما يدعو الانتخابات يعني نتابعها ونتأكد أنه يعني ما في مشاكل، ما في يعني أنه إقصاء لأحد، وإن شاء الله إذا استمرت يعني إذا مشيت حسب ما اتفقنا عليه، إحنا نتوقع أنه 2023 يكون في عنا يعني انتخابات حقيقية في اتحاد المعلمين. تبقى عنا مشكلة في غزة، إحنا طلبنا أيضا الجهات المختصة والجهات المسؤولة في غزة، يعني السلطات المسؤولة في غزة، أن تتيح لاتحاد المعلمين العمل في غزة، خاصة بعد تعديل الأنظمة، بحيث أنه يسمح للناس بالانتساب له والمشاركة بالترشيح، لأنه في غزة ما بيسمحوا لهم يشتغلوا. إحنا بدنا اتحاد واحد يمثل الضفة وغزة، وأيضا اتحاد العام يمثل أيضا المعلمين في الشتات، لكن على الأقل أنه بدنا نزيل أي عقبة تحول دون يعني المشاركة والعملية النقابية الديمقراطية في داخل اتحاد المعلم. يعني اللافت دكتور انه هاي اللجنه وجدت انه انظمه ولوائح الاتحاد بتتضمن اشكالات جوهريه وبالتالي بحاجه لمراجعه شامله، فلذلك خرجت اللجنه صحيح. بهذه التوصيات والقضايا صحيح. اللي بعتبرها انا مهمه جدا. نعم احنا بصراحه وجدنا انه النظام الحالي هو اولا النظام اقروه 2019 هو افضل من الذي سبقه،
لكن ما زال في إشكاليات جوهرية. يعني مثلا الشخص إذا الأستاذ المعلم والمعلم إذا بينضم للاتحاد بده اثنين من الاتحاد يذكوه، والأمانة العامة لها سلطة تقبله أو ترفضه. إحنا قلنا لا، هذا مش مقبول. شخص طالما هو معلم حكومي مستعد لدفع الاشتراك له 30 شيكل يصبح عضوا في الاتحاد، ولا يستطيع أحد رفض عضويته إلا إذا كان أخل بأحد هذول الشرطين، يعني إذا طلع مش معلم مثلا أو مش معين بالحكومة. اثنين، لا يحتاج إلى تزكية من أحد، وبالتالي أصبحت العضوية الآن مفتوحة لأي معلم أو معلمة في القطاع الحكومي، في قطاع التربية والتعليم الحكومي، سواء تربية وتعليم أو مثلا في معلمين في مدارس تابعة للأوقاف، في مدارس تابعة للشؤون الاجتماعية. صحيح. ويشمل ذلك أيضا العاملين في رياض الأطفال الحكومية. في المقابل قلنا لا، المتقاعدين شلناهم، يعني متقاعدين لأنه فيهم اتحاد عام آخر للمتقاعدين الفلسطينيين، فقلنا هذا الاتحاد العام المعلمين هو المعلمين المزاولين وليس المتقاعدين. اثنين، فيما يتعلق بالترشيح شفنا أنه النظام الحالي يشترط مثلا لمن يرغب في الترشح على مستوى لجنة الفرع أن يكون قد أمضى سنة عضوية في الاتحاد. طب احنا بدنا ندعو الناس ينضموا اليوم، في ناس منهم صاروا فترة مقاطعين، فقلنا لا، شلنا شرط السنة، يستطيع الشخص مجرد انضمام أن يترشح لعضوية الفرع. الآن أيضا في أمانة سر الفرع أو أمين الاتحاد، مثلا أمين عام الاتحاد لازم 10 سنوات عضوية في الاتحاد. طب معلم خارج الاتحاد بده ينضم اليوم، لكن هو شخص ناشط وقيادي وريد أن يتنافس على منصب الأمين العام، كيف بدنا ما نحرمه من هذا الحق؟ صحيح. إحنا اتفقنا قلنا أنه يستطيع المعلم أن ينضم الاتحاد اليوم، وإذا كانت له سنوات خدمة في الحكومة مثلا صار له بيشتغل 20 سنة بيقدر يطلب أن يكون عضوا، يعني أن تكون عضو تبدأ عضويته في الاتحاد بأثر رجعي من تاريخ التعيين. وهي كانت تساؤلات المعلمين أنفسهم، يعني عبر البرنامج وعبر المواقع كانوا يسألوا ليش ما بيحق لنا الترشح بسبب الآن هذه حسب ما إحنا التعديلات اللي اقترحناها واللي وافق عليها أمين عام الاتحاد الأستاذ سعد. الآن مفروض إذا أدخلوا على النظام تزول هذه العقبات، يستطيع المعلمين والمعلمات المشاركة ترشيح وفي العضوية. أيضا كان في وجدنا أنه النظام الحالي للاتحاد مثلا المعلمين بروحوا بنتخبوا لجنة الفرع وفي ورقة، وفي ورقة تانية بنتخبوا ممثلينهم للمؤتمر العام، وما بصيرش يكون ممثل المؤتمر العام عضو لجنة الفرع. هذا عمل وجدنا أنه الفروع غير ممثلة في المؤتمر العام بالنتيجة. فقلنا لا، يجب إلغاء الورقة الثانية وفقط المعلم ينتخب لجنة الفرع، ولجنة الفرع تصبح أعضاءها أعضاء المؤتمر العام. رح تتابعوا دكتور كلجنة، يعني أنت قلت إنه أمين عام الاتحاد مفروض إنه يرفع هذه التوصيات من أجل نقاشها وتطبيقها، رح تتابعوا هذا الأمر يعني مع مين؟ طبعاً طبعاً، والاتحاد أنا كان برضو حديث معي مع الأستاذ نائب وقال سندعوكم للمشاركة في المؤتمر وفي الانتخابات، يعني وبصراحة بدها متابعة لأنه أكيد ستكون هناك جهات تحاول تعطيل أو إفشال هذا التحول الديمقراطي. وبالتالي يعني سنستمر كقوة مجتمعية ومؤسسات حقوقية وشخصيات، سنستمر بالمتابعة مع الاتحاد ومع يعني الراغبين في التغيير في الاتحاد ومع المعلمين أيضا اللي هم أصلا المحرك الأساسي لكل ما يجري الآن من أجل ضمان إحداث هذا التغيير. وبصراحة إذا حصلت الخطوات اللي اتفقنا عليها أنا بعتبر هذا نقلة نوعية، ليس فقط في موضوع التمثيل النقابي للمعلمين، ولكن أيضا في التمثيل النقابي بشكل عام في فلسطين، وفتح موضوع الاتحادات للمراجعة. وهذا صحيح. أول مرة الأنظمة الداخلية إلها صحيح، لأن الاتحادات منظمة التحرير نعرف أنه يعني تشكيلتها فصائلية أكثر منها تشكيلة ديمقراطية. هي مين الجهة المسؤولة عن تغيير النظام الداخلي للاتحادات والنقابات دكتور؟ كل اتحاد له نظامه الداخلي، ومفروض الهيئة العامة يعني مركزي. أنا مجلس اتحاد معلمين إنه مش اسمه المجلس المركزي، عدد أعضائه 75 بيجتمعوا، ممكن يجتمعوا يدعوهم الأمين العام أو في عدد معين بيدعوهم بيجتمعوا وبيقروا أي تعديلات على النظام الداخلي. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك دكتور عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تحياتي. هي بلاد زرعنا دروبك عزم وإصرار، راجع عزك ورجالك عخيول النار.
الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2022 عقد مؤتمر الموازنة تحت عنوان سياسة إصلاح وإدارة المال العام. العنوان عريض مهم وبيحكي كتير، وبدنا نعرف هذا السنة في تطورات إيجابية على الموازنة العامة، في إصلاح وإدارة للمال العام، شو هي ملاحظات الفريق الأهلي والكثير من الأمور. مع ضيفتنا لميس فراج، ابقى معنا. أرض وشعب وحرية وحكاية دم وقضية، يا بأرض وشعب وحرية وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس عالشمس نضويها، نار الغرب بتكوينا لو جنتكم ترابك بحرك وجبالك جوا العيون، نار الغرب بتكوينا لو جنتكم ترابك بحرك وجبالك جوا العيون، اسمك زينا سمينا بلون الحنون يشهد الله منسينا عطر الليمون، اسمك زينا سمينا بلون الحنون يشهد الله منسينا عطر الليمون، يا أرض وشعب وحرية أرض وشعب وحرية وحكاية دم وقضية، أرض وشعب وحرية وحكاية دم وقضية، فلسطيني واسمك عالشمس نضويها، وحد صوتك بالعود تمسك فيها، فلسطيني واسمك عالشمس نضويها، وحد صوتك بالعود تمسك فيها، فلسطيني واسمك عالشمس نضويها، أرض وشعب وحرية أرض وشعب وحرية وحكاية دم وقضية، حكاية دم وقضية، أرض وشعب وحرية وحكاية دم وقضية، فلسطين اسمك عالشمس عالشمس نضويها، حق العودة حق العودة 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 هو حق العودة العودة العودة، وبلادي بلادي وبلادي بلادي اف ام 99.2. من جديد تحياتي لكل المتابعين أينما كنتم. عقد الفريق الأهلي لدعم الشفافية الموازنة العامة مؤتمر السنوي في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة. كان المؤتمر تحت عنوان سياسة إصلاح وإدارة المال العام وسط غياب وزارة المالية عن المشاركة. استعرض المؤتمر أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2022 بالإضافة لعرض مقارن ما بين سياسات الإصلاح المعلنة بدءا من استراتيجيات إدارة المال العام وصولا إلى خطة الإصلاح
الإصلاح اللي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية خلال مؤتمر المانحين للسلطة الوطنية في بروكسل في أيار 2022 والواقع الفعلي. لمزيد من التفاصيل أرحب بضيفتي منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج. لميس صباح الخير. أهلا صباح النور. تحياتي أهلا وسهلا فيك معنا. خلينا قبل ما نحكي أكثر عن الموازنة هذا العام نشاهد هذا التقرير اللي أعده طاقم وطن ونعود لبدء الحوار. أوضاع اقتصادية صعبة، أزمة مالية عصفت بالعالم لتطال البلاد، فاقمت حالة الغلاء وزادت الأحوال سوءا على سوءها. ظروف تضافر أهمية إطلاع المواطن على تقارير إدارة المال العام وإشراك المجتمع المدني في التخطيط لإعداد الموازنات والخطط المالية. من هنا عقد الفريق الأهلي لدعم الشفافية والموازنة العامة مؤتمرا حول سياسة الإصلاح المالي وإدارة المال العام. طبعا هذا مؤتمر سنوي احنا للموازنة، الهدف السنة انه ندرس الفجوة بين المخطط ما خططت له وزارة المالية والحكومة الفلسطينية وبين الواقع على الأرض. طبعا نتناول مش فترة معينة، فترات يعني طويلة في هذا المجال، الخطط اللي وضعت يعني سواء الأجندة الوطنية 17-22 أو الخطط اللاحقة من الحكومة الحالية. غياب وزارة المالية ممثلة بوزيرها عن هذا المؤتمر يرسخ صورة تعنت الحكومة ورفضها إشراك المجتمع المدني في عمليات الإصلاح المتعلقة بالموازنة العامة والتفرد باتخاذ القرارات وعدم الانفتاح على الناس. الهدف من مثل هذه اللقاءات هو إنه الجهات المسؤولة تيجي تجيب على تساؤلات المواطنين وعلى بعض الاستخلاصات التي وردت في تقرير الفريق الأهلي دعم شفافة الموازنة، ولكن في حال يعني غياب الجهة المسؤولة الرسمية اللي هي وزارة المالية وتهربها، اليوم بيفكروا أنه إذا غاب المجلس التشريعي يعني هم حرين. النظر إلى خطة الموازنة العامة وتلك المعمول بها على أرض الواقع سيرى بوضوح حجم التباين الصارخ. نقاط عرضتها الورقة الأولى التي كشفت البيانات المالية والموازنة العامة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وأظهرت العديد من التحفظات والمخالفات التي تعرقل عمليات الإصلاح المالية. أهم النتائج هي أنه إحنا طبعاً من لازلنا منلاحظ أنه هناك في ضعف في تحقيق معايير الشفافية في الموازنة العامة، لا يتم إطلاع المواطنين على كافة البيانات والموازنة العامة، لازال هناك في فجوة ما بين ما يتم رصده للإنفاق التطويري وما يتم تنفيذه فعلياً، لازال المقدر أعلى بكثير مما يتم إنفاقه، ولازال هناك في حاجة لتحديد أولويات الإنفاق التطويري. الورقة الثانية ناقشت بمنهج علمي وتحليلي الوثائق الصادرة عن الحكومة ووزارة المالية، وخرجت بنتائج تصب بجوهرها في إطلاع المواطن على كيفية إدارة المال العام بشفافية ونزهة. من خلال الدراسة توصلنا لجملة استنتاجات وتوصيات من بينها أن استراتيجيات إدارة المال العام في فلسطين والسياسات ما زال هناك فجوة ما بين المخطط وما بين الواقع. مثلا الدين العام هو في الزيادة، صافي الإقراض ما زلنا نعاني من وجوده، وصل في عام 2021 إلى أكثر من 1,200,000,000 شيكل. التحويلات الطبية ما زال إحنا بحاجة لترتيبها أكثر بما يضمن أيضا حق المواطن. 85% من موازنة السلطة الفلسطينية تأتي من جيب المواطن، لذا كان لزاما عليها توضيح كل ما يتعلق بالموازنة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، هدف سعى ائتلاف أمان على ترسيخه عبر تأسيس مرصد أمان لتكريس مفهوم المساءلة. قامت أمان بتطوير مرصد، هو مرصد أمان أولاً يوفر معلومات سهلة وبسيطة وبطريقة يمكن قراءتها من قبل أي مواطن تتعلق بالموازنة العامة، تفاصيل عن الإيرادات، عن النفقات، عن الديون، عن الرواتب، عن النفقات التطويرية، عن الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، تفاصيل بسيطة
ولكنها مهمة لكل مواطن فلسطيني ليعلم عن الواقع ويتمكنه أيضا من المساءلة. لم تفلح الحكومة الفلسطينية في إدارة المال العام، والدليل الفساد المالي والإداري الذي تكشف لمرات عديدة، ما يجعل دور المثقف يزداد أهمية من أجل توعية المواطنين للوقوف في وجه الفساد وانتزاع الحقوق. إحنا كمدنيين إحنا مهمتنا نثير قضايا بنعكشها. أنا مش طيب تدافع عن حدا، أنا زلم محايد، أنا زلم مصر بحاول أصنع رأي وكمل فكر، أنا لا أدعي إطلاقا النبل، بس رجاء إحنا يا أحزاب ويا المثقفين ويا الاتحادات ويا النقابات، رجاء بدنا شوية هم بإصلاح الحال. مؤتمر الموازنة العامة لهذا العام شهد حضوراً لافتاً على كافة الأصعدة، وخرج بجملة من التوصيات على رأسها إجراء الانتخابات العامة لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وانفتاح وزارة المالية على المجتمع المدني وضرورة تعديل نظام الضرائب ومعالجة قضايا الدين العام والتحويلات الطبية. طيب أهلا بكم من جديد. من جديد لميس، يعني هذا التقرير عرض معظم الأشياء اللي أجت في تقرير الموازنة لهذا العام. خلينا نحكي، هل في تطورات إيجابية على صعيد تعزيز الشفافية في إدارة المال العام واتباع النهج التشاركي في تحديد أولويات الإنفاق وتحسين واقع الإيرادات هذا العام؟ الحقيقة أنه لا، ما في تحسين على الشفافية، لازالت هناك نفس الملاحظات عندنا، لازال هناك إقرار للموازنة بدون أي مشاركة، بدون عرض وبشكل مختصر بدون أي تفاصيل، لازال هناك أيضا في عدم شفافية في نشر أجندات الإصلاح. يعني في شهر 5 تم إعلان عن أجندة إصلاح، تم عرضها في مؤتمر المانحين في بروكسل، ولكن لم يتم نشرها للمواطنين، واللي هم بنعتقد إحنا هم الممول للخزينة العامة، وبالتالي من حقهم يعرفوا شو رح يصير، كيف سيتم إدارة المال العام. فهناك يعني لازال الوضع كما هو، فيش أي تحسن، فيش يعني أي إشراك، لازالت الأمور هيك. طيب يعني هذا الموضوع كيف تنظروا إليه، أو كيف خلينا نحكي على مصادقة الرئيس على قرار بقانون بشأن الموازنة العامة لسنة 2022 في آخر يوم منحوا القانون كحالة استثنائية لإقرار الموازنة العامة، كيف تنظروا لهذا الموضوع؟ يعني هو إحنا حكينا، وهذا طبعا الحديث عادة نحكيه كل سنة سرنا، وأصبح كأنه يعني هاي الاستثناء أصبحت وكأنها حالة دائمة وطبيعية يعني، وإحنا لسه بنجدد مطالباتنا كل مرة في يعني في هذا الموضوع. يفترض أنه يتم إقرار الموازنة في نهاية شهر 12 من العام القبل يعني 2021، ولكن أصبح وكأنه وهو في حالة استثنائية بتعطي 3 أشهر ضمن قانون تنظيم الموازنة، ولكن في حال كان هناك نقاش حول الموازنة، حول مشروع الموازنة في المجلس التشريعي، ولكن هذا الاستثناء أصبح طبيعي، يتم إقرار الموازنة في نهاية شهر 3، بتم عرضها يعني نقول بعشرة أربعة حتى، وبشكل مختصر بدون ما نعرف أي قديش الموازنات المخصصات لمراكز المسؤولية. يعني طبعا المواطنين بهمهم يعرفوا شو قديش مخصص للصحة والتعليم والتنمية، شو المشكلة يتم الكشف عن هاي الأمور بالضبط. هلا حقيقة حتى إحنا حصلنا على قانون الموازنة يعني بطريقتنا بدون ما يكون هو منشور، استخدمنا الأرقام يعني عشان نقدر نقارن ما بين ما هو مرصود ما بين هو مطلوب. متحقق يعني. فطبعا لأنه بالنهاية هاي الأرقام هي اللي دل على يعني إحنا بنستخدمها عشان نعرف شو اللي تنفذ على أرض الواقع، هل في هناك في تطوير ولا لا. طيب في ملاحظات للفريق الأهلي، شو هي ملاحظاته على أداء الموازنة للنصف الأول من العام 2022؟ إحنا لسه بشهر 8 يعني بيكون جاهز النصف الأول تقريبا، خصوصا في ظل الأزمة المالية اللي دائما تتحدث عنها السلطة الفلسطينية أنها تعاني من هذه الأزمة. هلا بداية هذا العام يعني ومع إقرار الموازنة نحط 3 محاور رئيسية كجوانب للإصلاح. كان في هناك حديث حول خفض فاتورة الرواتب، وخفض فاتورة الرواتب يعني إحنا كمان عندنا توصيات في هذا الموضوع، كيف يمكن خفض فاتورة الرواتب بدون ما تمس بحقوق الموظفين أو العاملين وبدون ما تمس بالعدالة الاجتماعية. أيضا في مجال التحويلات الطبية، وبرضو إحنا كمان عندنا توصياتنا في هذا المجال برضو بدون ما تمس بالخدمة
تأثر على حق المواطن في الحصول على خدمة صحية. وأيضا في صافي الإقراض، هذول كانوا ثلاث مجالات أساسية تم التعهد في تطويرهم. هلأ خلال النصف الأول من عام هناك كان زيادة نسبية في الضريبة، في الجباية الضريبية، في الضرائب، الإيرادات المتحققة، ولكن هي تعزى لعدة أسباب. هناك قد يكون تحسن نسبي في الإيرادات، ولكن أيضا هناك كان ارتفاع في الأسعار، وغالبا خلال الثلاث أشهر الأولى من السنة بيتم دفع الضرائب لأنه بيتم الاستفادة من الخصومات المعلن عنها. أما في جانب الإنفاق فما حسينا أنه في هناك خفض للرواتب، على خفض لفاتورة الرواتب. يعني اللي إحنا بنحكي عنه لما بنحكي عن خفض فاتورة الرواتب بنحكي عن مراجعة الوظائف بالضبط، مراجعة الوظائف اللي هي في إذا كان هناك أشباه رواتب، وإذا هناك في وظائف خارج التشكيلات الإدارية وما في لها داعي مثلا يجب هذا العمل على إنهاءها. كله ما صار هذا، يعني لا زال في الست أشهر الأولى ما لاحظنا انعكاس مالي عليه. رغم تعهدات الحكومة بأنها بدها تتبنى سياسة أو تبنت سياسة تهدف لتحقيق رزمة من الإصلاحات المالية هذا العام تحديدا، لا سيما في ما حكيتي ملف فاتورة الرواتب، النظام الصحي، صافي الإقراض، هدول الثلاثة شو صار فيهم العام 2022؟ يعني الانعكاس المالي ما لاحظناه خلال الست أشهر الأولى من الأداء. هلأ فيما يتعلق مثلا في التحويلات الطبية، يعني كيف ممكن نشوف، يعني إحنا بنشوف مثلا أنه يجب تطوير الخدمات الصحية الحكومية عشان تقللي فاتورة التحويلات الطبية. لما نطلع أنه نلاقي لا لازال هناك، يعني إذا بدنا بالأرقام أكثر، الإنفاق التطويري على قطاع الصحة من إيش مرصود؟ منيح إذا بتعطينا رقم معين. طبعاً. هلأ ضمن الموازنة تم تخصيص لوزارة الصحة إنفاق تطويري 150 مليون شيكل. فهي طبعاً كل موازنة وزارة الصحة هي 2 مليار و300 مليون، فتم تخصيص منها 150 مليون للنفقات التطويرية. ما تم إنفاقه فعلياً خلال الست أشهر الأولى هو 9 مليون فقط، يعني 6% من الموازنة التطويرية لوزارة الصحة. فهذا بيأشر على أنه هل فعلاً في توجه جدي نحو تطوير الخدمات الحكومية. يعني يفترض في الست أشهر الأولى يتم الإنفاق 50%، إذا مش 50% 40% يعني بس فقط 6%، فهذا مؤشر على أنه بثير تساؤل حول الجدية في تطوير الخدمات الحكومية وبالتالي تخفيض التحويلات الطبية. اللجوء لشراء الخدمة من الخارج والتحويلات الطبية بصير لأنه إحنا ما في عنا خدمة متوفرة. إحنا ما بنحكي أنه بدناش تحويلات طبية وبالنهاية تأثر على حق المواطن، يعني اللي هو بحاجة، المريض اللي بحاجة يحصل على علاجه. يصير في تطورات يفترض العمل على هذا الموضوع، لأنه صحيح. كل مريض من حقه عنده تأمين صحي من حقه يحصل على العلاج. نعم. طب أنتوا حكيت أنه ديوان الرقابة المالية والإدارية عنده تحفظات على الحسابات الختامية، إيش تتعلق هذه التحفظات؟ هلأ ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر تقريره فيما يتعلق بالحساب الختامي 2018-2019 يعني للأعوام السابقة. كان هناك العديد من التحفظات في جوانب قانونية، مخالفات قانونية، يعني مثلا وهذه كمان أيضا حالة مستمرة، مناقلات بين بنود بالموازنة بشكل مخالف للقانون. القانون بيحكي إذا بده يصير في أي تعديل في الموازنة يفترض أنه يتم إقرار قرار قانون لتعديل هذا المناقلة. فهي احدى التحفظات. تحفظات ايضا على انه ولا زالت موجودة عدم تدقيق، عدم قدرة وزارة الصحة مثلا على تدقيق الفواتير من المستشفيات الإسرائيلية، عدم قدرة أيضا بشكل عام وزارة المالية على تدقيق الفواتير. بتم اقتطاع كتير مبالغ من المقاصة بدون أي مبرر أو بدون أي حد، يعني احنا بنعتبر انه كل وقت فيش مبرر وغير قانوني، ولكن ايضا في هناك ما فيش بدون اي فواتير وفيش قدره تم. على التدقيق. في تحسن في تحصيل الايرادات الحكوميه، يعني شو مستوى هذا التحسن، كيف يتحقق؟ يعني هناك فعلا في زياده في الايرادات المتحققه، وحكينا انه هي ممكن تكون لعده اسباب. اولا قد يكون هناك فعلا تحسن في الجبايه الضريبيه، توسيع القاعده الضريبيه، هناك تحسن جزئي في الربط الالكتروني ما بين ضريبه القيمه المضافه وضريبه الدخل، لانه طبعا عدم الربط بين هدول الدوائر الضريبيه بيفقد الخزينه، لانه بيكون في مثلا ملفات موجوده عند ضريبه الدخل ومش موجوده عند ضريبه القيمه المضافه او بالعكس. فهي
بتفقدنا الكثير من الأموال. يعني؟ هذا صار فيه هناك ربط تحسن ولكن طبعا يعني ما مش يعني إنه صار فيه ربط جزئي ما تم استكماله. والإنفاق هذا طبعا هي احد الاسباب للزياده الضريبيه، ولكن ايضا هناك ارتفاع في الاسعار اللي شاهدناه كلنا خلال النصف الاول من العام. ارتفاع الاسعار بالتالي بيأثر على الضرائب، لانه ضريبه القيمه المضافه، الجمارك، كلها بترتفع في بالنهايه نسبه وتناسب مع الاسعار المرتفعه. النفقات لا زالت زي ما هي، حتى لو كان في هناك تحسن في الايرادات الا ان النفقات لا زالت مرتفعه. في شيء ملفت للانتباه هو قديش في تراكم متاخرات على الحكومة. يعني خلال هذا العام تم دفع فقط مثلا 80% من قيمة الرواتب للموظفين. هذا بخلي انه يصير في متأخرات على الحكومة، يعني في اختلاف ما بين ما يتم الانفاق على اساس الالتزام ما هي ملتزمة فيه الحكومة وما هو على الاساس النقدي. على الاساس النقدي كتير اقل من على اساس الالتزام، لانه فعليا ما دفعوا وتحولت لمتاخرات وديون متراكمه على الحكومه. خلينا نحكي شوي عن الوقود وضريبه البلو. الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي اتفقوا بشكل مبدئي عام 2019 على ان تقوم السلطه بشراء الوقود بسعره الاصلي دون تسديد ضريبه البلو. هل جرى تطبيق ذلك؟ طبعا احنا مبين انه ما جرى، بس هل يعني ما الذي حدث بعد ذلك؟ كان هناك حديث مبدئي عن انه احنا نشتري الوقود بسعره بدون ضريبة، يعني بسعره الاصلي بدون ما يكون مفروض عليه الضريبه. ليش هاي الخطوه مهمه مثلا او ممكن تساعد؟ لانه في هاي الحاله بتم فرض الضريبه محليا وبتم جبايتها محليا، بتخضعش لانه الاحتلال وجبايته للضريبه، بتكونش مرتفعه وبتكونش مرتفعة هالقد عن مواطن كمان. يعني حتى لو كانت بغض النظر عن قيمة الضريبة، ولكن احنا ايضا بنخسر بدل 3% بدل جباية، بتم خصم من الاحتلال 3% بدل جباية لكل اموال المقاصة. اي اموال بتجينا عن طريق المقاصة، يعني ضرائب بتم جبايتها من قبل الاحتلال، بخصم بدل 3% بدل الجباية. فلما احنا بنصير احنا مباشرة احنا هيك بنوفر 3%. لما بنحكي عن 3% هذا رقم كتير كبير، لانه ضريبة البلو اللي هي يعني على المحروقات، بدي أحكي مثلا عن قديش كانت خلال الست أشهر الأولى. كانت خلال الست أشهر الأولى 1,500,000,000. يعني إحنا بنحكي عن، يعني لما بنحكي عن 3% من هذا المبلغ فهو بالملايين بيطلع. فمش مبلغ بسيط هذا المبلغ. يعني إذا تم توفيره فبكون أفضل. فطبعا كان الاتفاق ب 2019، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه. طيب الجمارك المتحققة عن طريق المقاصة حكينا، يعني ما زالت تشكل حوالي 5 أضعاف الجمارك المتحققة محليا. هذا شو دلالته؟ يعني هلأ كمان إحنا يعني الجمارك المتحققة عن طريق المقاصة هي طبعا بيجبيها الاحتلال مقابل أي إشي بنستورده عن طريق الاحتلال. هلأ هذا الحكي إحنا قمنا قبل بإعداد تقرير حول مجالات التسرب المالي. هناك مجالات للتسرب المالي بتتم من خلال عدة قنوات، واحدة منها الاستيراد. الاستيراد من خلال الاحتلال بفقد الخزينة أيضا أموال كتيرة، لأنه يعني في عدة أسباب. مثلا قد يكون اولا من خلاله فهم في ضرائب مثلا احنا ما بنحصلش عليها. ثانيا اذا مثلا ما تم تسليم الفواتير لوزاره الماليه والتدقيق بنفقد ايضا اموال اخرى اذا صار هناك في تلاعب في الفواتير. ولكن لازالت الحاله مستمره في انه يتم الاستيراد من خلال ومن خلال الاحتلال، وما تم تطوير الاستيراد المباشر بشكل اكثر. يعني في خيار هو الاستيراد المباشر. في الاستيراد المباشر هلا يعني احنا لما بنحكي عن هاي المقارنه من الاردن من مصر من كذا كان في حكي صحيح لما بنحكي عن هاي المقارنه، هي يعني مقارنه ما بين الاستيراد من خلال من جانب الاسرائيلي من الاحتلال او من المباشر. بس بالنهايه طبعا احنا بنحكي عن كمان ايضا دعم او تطوير يعني الانتاج الفلسطيني، عشان كمان نقلل الاستيراد بشكل عام يعني. ولكن اذا في مفاضله ما بين مباشر ولا من خلال الاحتلال فاكيد المباشر هو الافضل، ولكن افضل ايضا اللي هو دعم الانتاج الفلسطيني. بدي قبل ما نحكي عن التوصيات بس نحكي شوي عن الدين العام. الدين العام في توجه لانقاصه، علما انه وصل 12,100,000,000 تقريبا شيكل. ما بتناقص هذا الدين؟ ما يعني أعلنت وزارة المالية أنه في توجه نحو خفض الدين العام.
طبعا هلا احنا يعني لسه هذا الرقم اللي بنحكي عنه هو الدين العام اللي هو الدين اللي طبعا معلن عنه وهو عبارة عن الدين من البنوك سواء محلية او الدين من الخارج، ولكن احنا ايضا بنضيف له المتأخرات. يعني فعليا هذا مش فقط الدين على الحكومة، هذا لا يعبر عن كافة الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة. هناك أيضا الديون اللي هي طبعا المتأخرات، مثلا يعني خلال هاي السنة دفع 80%، كل موظف ضايل له كل شهر 20% من قيمة راتبه حتى بعد المعادلات اللي عملوها 16% و10%. في هناك مبالغ لصالح الموظفين، في مبالغ يفترض تحويلها لهيئة التقاعد عشان طبعا تقاعد الموظفين لا يتم تحويلها، هذه أيضا ديون على الحكومة. وهي طبعا ديون هيئة التقاعد هي تشكل حوالي 9 مليار شيكل، يعني إذا بتحكي عن 12 مليار بتضيفي فوقهم كمان 9 مليار. في هناك أيضا 10 مليار متأخرات لصالح القطاع الخاص، وهذا مذكور في تقرير وزارة المالية. في قطاع خاص بقدم خدمات للحكومة وما باخد بدل هذا، أو بتم تأجيلها، يعني بتم تأجيلها للسنوات. هذا الحكي بيأثر على الخدمات اللي بيقدمها القطاع الخاص للحكومة. وكل مرة بنشوف في إحنا إشكاليات، مثل مثلا كان خلال العام الماضي إشكالية طباعة المناهج وغيرها من الأمور اللي بتأثر على قدرة القطاع الخاص على تقديم الخدمات. بالنهاية التوصيات لميس، التوصيات هي توصية دائمة ومتجددة، وإحنا دائما بنحكي أنه بدنا مزيد من الشفافية، لأنه في هاي الحالة يعني الانفتاح مع المواطنين بساهم في تعزيز الثقة، وبساهم أيضا في تحمل الأعباء. إذا كان هناك في ديون أو ما بكم تدفعون لكامل، مثلا كموظفين حكوميين ما بتم دفع الرواتب كاملة، أو كفقراء مثلا تم دفع فقط دفعة واحدة خلال هذا لغاية اليوم، يعني إحنا نهاية شهر 8 تم دفع فقط دفعة واحدة. طبعا مزيد من الانفتاح والشفافية وإشراك المجتمع المدني في تحديد أولويات الإنفاق، لأنه طبعا المجتمع المدني بيعبر عن أولويات المواطنين. صحيح. الالتزام بدفع مستحقات الفقراء بشكل منتظم، العمل فعلا بشكل جدي على تحديد ضبط فاتورة الرواتب من خلال إنهاء ظاهرة الوظائف الوهمية وأشباه الرواتب وأي يعني أي أمور ذات علاقة في هذا الموضوع، العمل على ضبط صافي الإقراض ومعالجة هذا الموضوع بشكل جدي، العمل على تطوير الخدمات الحكومية الصحية، والعمل على التأمين الصحي الإلزامي والشامل، لأنه هذا مصدر أيضا للدخل، وهذا بحقق العدالة في أنه حق كل المواطنين أن يكون عندهم تأمين صحي. يعطيكم العافية لميس، شكرا جزيلا لحضورك. لميس فراج منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة. متابعينا ومشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة الحلقة، ابقوا معنا. مرت زعلاني من رضيع بسم صغيري، بسم العشفافك يا زماني خلقنا معها وهي كبيرة. سنين اللي مرت زعلاني من رضيع بسم صغيري، بسم العشفافك يا زماني خلقنا معها وهي كبيرة. لو داقت دنيتنا فينا بتضل وسيع المطارح، اللي جاي معدودي عيشوها لآخر يوم، اوعوا الأفكار المحدودة تقلب صحو العيش نوم. السنين اللي جاي معدودي عيشوها لآخر يوم، اوعوا الأفكار المحدودة تقلب صحو العيش نوم. ما فيش بهالدنيا خالد هل جاي بهالدنيا رايح. وطن اف ام 99.2. اما شو يا معلم، الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعه الفايبر عندي بالدار. اول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف شوف مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك، احنا باعلان اذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف انه الفايبر بسرعه البرق مش الصوت. دالتل جيجا فايبر، اسرع انترنت منزلي. من سدي سدي بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سدي سدي بنوفر سوا وبنفرح سوا، وما
معكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار 9000 دولار كل اسبوع وشهريا 60000 دولار وفروا اربحوا على طول وجائزتين بنص مليون كل جائزة ربع مليون دولار كل 3 شهور حساب توفير أو غدوا حسابكم ب $200 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022 بنك فلسطين البنك الوطني الأول. وين؟ هم شو يا معلم؟ خط نابلس رام الله جبته بربع ساعة. ول هو كان خط فايبر بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب يوم عن يوم ثقتك فينا بتعلى مشينا معك الدرب تحدينا كل الصعب كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيز حكاية إبداع دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة كلمة في صفحة إلها معنى بيحمينا زي الصاحب وقت الشدة تلاقيها لما بنحتاجها على طول بتعطينا في كل مكان منتشرة لترضينا احنا معها متواصلين هي هي ترسل العالمي للتأمين ترسل العالمي للتأمين تطورنا لنعكس نجاحكم قشطة يا عم سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي الكل كل حدا بتشوفه ببالة جبالك قشطة أخطر من يلي ببالة القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي دور القشطة دور يا عيني يا عيني على القشطة دور يا ليلي يا ليلي على القشطة دور القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى البينار اختيار كل الدار بدنا نعمل أسرع إعلان يلا بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي شو هاد؟ إعلان بالتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي جوازنا كترك والفرحة كبرك شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوها جوازنا كترك والفرحة كبرك شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوها يلا بدك تغيير وافتح حساب توفير مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غدي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار أحبك يا فخر كل الأمم أحبك
رغم الأسى والألم. أحبك يا فخر كل الأمم. أحبك رغم الأسى والألم. طيب أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم، نحييكم من جديد. مع بدء العام الدراسي وبدء الجدل حول حقوق المعلمين، حول هل ستنتظم العملية التربوية بشكل مستقر، رح يكون في إضرابات ما رح يكون في إضرابات، انحكم، يعني صار في جدل في أكثر من مكان. خلينا نتعرف أكثر على موقف أولياء الأمور من العملية التربوية ومن بدء العام الدراسي الجديد، وبالتالي اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف عبد الرحمن الكيلاني، الناطق الإعلامي للمجلس المركزي لأولياء الأمور في فلسطين. أخ عبد الرحمن، صباح الخير، أهلا بك معنا. يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين والمستمعات بهذا اليوم الجميل من بدء العام الدراسي بالشكل المعتاد والمنوط به من قبل جميع الأطراف. كل التحية والتقدير لكل أهلنا ولأولياء الأمور وللطلبة وللتربية وللمعلمين على هاي الجهود. نعم، كأولياء أمور شو موقفكم من بدء العام الدراسي والجدل اللي صار، واليوم كان أول يوم، كيف شفتوا الموضوع؟ بداية خليني أعطي بس الجمهور فكرة بسيطة ليش الجدل قام بخصوص الإضراب أو ما روج له. في البداية كان هناك في اتفاق في أيار الماضي بموجب اتفاقية تبنتها المؤسسات التربوية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجاء بعض المعلمين كممثلين للمعلمين وتم التوافق على 5 نقاط للمبادرة، وإحنا كمجلس أولياء أمور مركزي كنا من الأساسيين في وضع بنود هذه المبادرة، وذلك من أجل إحقاق حقوق المعلمين من جهة، ومن أجل كفل وضمان استمرار التعليم لأبنائنا كحق دستوري كفله الدستور لأبنائنا في التعليم. وبالفعل تم الاتفاق على عدم على إرجاع الخصومات اللي تمت، عدم اتخاذ أي إجراء إداري بحق أي معلم عبر عن رأيه سواء كان بيضرب أو غيره. رقم 2 تحويل العلاوة الإشرافية لطبيعة عمل 15% تبدأ ب 1/1/2023، والمهنني واحنا قطعنا شوط كبير اللي هي كانت لمده 2024، انت عارف هذا النظام لمهني وبالتالي يجب ان يشرك فيه جميع اطياف المجتمع المدني بالاضافه للحكومه بالاضافه للمعلمين، وعقدت ورشات عمل ونحن في طور عدلنا كثير من البنود على هذا النظام من حيث يكفل ويضمن حقوق المعلم في مهنه التعليم. ونيجي للنقطه الاخيره اللي اثارت الجدل بشكل كبير وهي دمقرطه الاتحاد. بهاي الزاوية بالتحديد طبعا الحكومة الفلسطينية، يعني أنا
بدي أحكي بكل أريحية وصراحة، الحكومة الفلسطينية أو وزارة المالية تلكأت نوعا ما بالتنفيذ لما تم التوقيع عليه بالتعديلات المطلوبة حسب المبادرة، وأخرت الموضوع لآخر شهر 8، هذا اللي خلق نوعا ما نوع من الجدل، ولكن بحمد الله تم الكشف على الموضوع وكل شيء ترتب، وإن شاء الله سيكون ذلك كل التعديلات الموجودة حسب المبادرة في كشف راتب شهر 8 اللي راح يكون في أول 9. هذا واحد. رقم اثنين، احنا كمجلس اولياء امور بالامس لغايه امس لغايه الساعه الثانيه ظهرا كان اللغط كبير بهذا الموضوع، واحنا تحدثنا مع كل الاطراف بان كاولياء امور لن نسمح بان يتكرر ما حدث مع ابنائنا طيله الثلاث سنوات الماضيه، سواء كان بسبب الاحتلال او جائحه كورونا او الاضرابات. هذا الاضراب ياتي هو يعني المرحله الاخيره للكي، وبالتالي لن يكون غايه لأي أحد من أجل تعطيل حقوق أبنائنا حسب الدستور وما كفله لأبنائنا، وبالتالي سنتخذ إجراءات تصعيدية على الأرض ضد الجهة التي ستقوم المبادرة بالإعلان عنها أنها هي من تعطل الاتفاق الذي أبرم مع المعلمين. وبالتالي الحمد لله تم التواصل مع جميع الأطراف بالأمس، ولغاية المساء تقريبا كان الجميع متوافق على بدء عام دراسي، لأنه إذا لم يبدأ العام الدراسي بالشكل الصحيح نحن نتجه بالمسيرة التربوية وبأبنائنا إلى سياسة تجهيل. وبالتالي الحمد لله أنا أكن الاحترام لكل المعلمين الذين بالفعل حنوا الرأس لبدء العام الدراسي وقدروا الظروف الموجودة وأعطوا المهلة المطلوبة للحكومة من أجل أن يروا التعديلات التي كانت في المبادرة. عدا عن ذلك، إذا كان هنالك أي إضراب بخصوص عمل نقابي أو تشكيل أو ديمقراطة اتحاد هذا لا يمكن أن نقبله، لأنه هذا موضوع خارج عن إطار تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، هذا أمر نقابي داخلي. عدا عن ذلك أي بند من بنود المبادرة إذا لم يتم تطبيقها نحن سنكون رأس حربة مع المعلمين في ذلك، على أن لا يكون الإضراب هو الغاية الوحيدة التي يتم استخدامها. احنا في مرحلة انتو كأولياء أمور كمان لازم يكون لكم دور داعم للمعلم والعملية التعليمية كمان، مش بس انه لا تسمح طبعا. ولكن في شغلة مهمة كثير، احنا للأسف يعني طلع على فلسطين اليوم ان اضرابات في كافة القطاعات ولا لا عم تتعطل المسيرة والعجلة سواء كانت الاقتصادية التربوية هذا الحكي يجب على المسؤول في الحكومة الفلسطينية أن ينظر بعين الاعتبار لما يجري على الأرض. يحن رؤوس قليلا وينظروا لما يجري على الأرض. احنا مع إحقاق الحقوق، ولكن في ظروف أحيانا تحكم الجميع، وأنا مش هون في طور أني أدافع عن جهة مقابل جهة. نحن يعني لما يكونوا بعض المعلمين بدنا 100% بالراتب، أنا ما بقدر أقول لك كولي أمر أنا معك أو ضدك. 100% هاي يحكمها سياسة مالية البلد. فلو كان فقط المستهدف في 80% من الراتب هم قطاع المعلمين، نعم سنقف صدا منيعا لذلك، ولكن المشكلة يبدو عامة على كل القطاع العام، وبالتالي لا أحد يستثنى أنه هذا بأخذ 100% وهذا بأخذ 80%. هذا خرجنا من هذا النطاق بالمرة ولا نتحدث فيه، لما بنقول إحنا مع حقوق المعلمين ليش تدعينا كل المؤسسات التربوية والأكاديمية والشخصيات الاعتبارية من أجل حل الأزمة القائمة التي كانت أزمة عدم الثقة فيما بين المعلمين والحكومة والاتحاد؟ لأنه بالمحصلة هدفنا الرئيسي أبنائنا، مسيرتنا التربوية، وبالتالي لم نتدخل عبثا وليس لأي مصلحة. المصلحة الوحيدة فقط إحقاق حقوق المعلم ليعيش بكرامة، وبنفس الوقت أن تسير العملية التعليمية أن تلقى أبنائنا التعليم بكفة ساق التعليمي، أبنائنا ضاعوا. والحكومة مطلوب منها أنها تقوم بهذا الدور بالضبط. يعني أنتم كمان لازم تضغطوا باتجاه دعم المعلم على الجهات اللي لازم تعطي المعلم حقوقه. إحنا كلنا مع طبعاً سير العام الدراسي وعملية تربوية مستقرة، لأنه هذا مصلحة أبنائنا، بس كمان أنه أن يكون الإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يتم اتخاذها وتعطيل، يعني أن نرهن مصير الطلبة والتعليم في فلسطين. خلينا نحكي بهيك بأريحية مع بعض، خلي الجميع يستمع لما يحدث. هل معقول نرهن حق طالب في التعليم بمقابل إنفاذ اتفاقيات أو غيره؟ هذا غلط. الأصل في الموضوع أنه كل المؤسسات التربوية والأكاديميين والأهالي وأولياء الأمور مع إحقاق حقوق المعلم، وبالتالي نكون يد واحدة في تنفيذ هذه الاتفاقيات على أن لا يكون الإضراب هو الغاية المطلوبة. هذه بنركز عليها احنا. المسيرة التربوية يجب أن تستمر. يا جماعة احنا ثلاث سنوات احنا شايفين الناتج من الثلاث سنوات على أرض الواقع، سواء كان بالتوجيه أو بالجامعات. صحيح. وبالتالي الفاقد لا يمكن تعويضه، ولكن المال يعوض.
البيت يعوض، الفاقد التعليمي صعب جدا تعوضه، إقبال الطلبي على المدارس أصبح غير مرغوب. فإحنا عم تفلت طبعا هذه الإضرابات بتأثر على الطلاب، على نفسيتهم، على بالتعليم، على الإقبال، على كل هذه الأمور. يعني أي شخص لديه نظرة للمصلحة العامة ينظر من زاويتين، ما هو الناتج من توقف العملية التعليمية؟ هل الناتج من توقف 70 يوم أدى لكل المطالب؟ لا، ولا حدا راح يسأل في ابنك، ولا راح حدا يسأل في حقوقك. طب ليش ما نتجمع بيد واحدة ونشتغل عنا عدة خطوات يمكن أن نقوم فيها أقوى من الإضراب؟ بالعكس، أنت لما بتكون بتأدي وظيفتك وبتطلع تمارس حقوقك الطبيعية كفلها الدستور وكل المؤسسات والمجتمع معك، هذا بيكون يعني طابع راقي ويؤدي إلى الهدف المنشود بطريقة سليمة. لكن توقف العملية التعليمية هذا اسمه سياسة تجهيل، بغض النظر أكان من يدير الظهر لها المعلمين أو الحكومة أو الاتحاد. فهدف يعني الوضع قائم حاليا الحمد لله. يعني أنا بشكر المعلمين على اتخاذ قرارهم بأن العام الدراسي يجب أن يبدأ بكل سلاسة، الله يعطيهم ألف عافية. كل الجهود التي بذلت من جميع الأطراف مشكورين جدا. نتمنى من الحكومة أن يكون التنفيذ حسب ما وعدت به في كشف راتب شهر 8 اللي راح يكون في أول 9، وأن تسير العملية التربوية ونستمر بإحقاق الحقوق الأخرى المطلوبة سويا. وفيش إشي بيجي مرة واحدة، فيش يعني أنت ما بزبط تقول حريتي بتبدأ لما بتنتهي حرية الآخرين. هذا كان في عصر السبعينات والثمانينات. اليوم بتطلع على أنه إذا أنا بمارس حريتي بطريقة زايدة شوي أنا بأثر على الآخرين، وبالتالي مدى ونتائج التأثير على الآخرين هذا لازم أقيسه قبل ما أمارس حريتي. شكرا، هذا المطلوب. شكرا، بس ان شاء الله مبين الامور خير ورايحه لخير. يعني بالعكس، انا امبارح حكيت بشكل صحيح. واضح، انا متفائل جدا من سير العمليه التعليميه كما ينبغي. واليوم يعني الجميع الاغلبيه يعني انطلق الى مقاعد الدراسه، وان شاء الله بتستمر العمليه التربويه بكل سلاسه وخير. وبنتمنى لطلبتنا احبتنا والى معلمينا ومعلماتنا كمان كل الخير والتوفيق. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الرحمن الكيلاني، عضو مجلس اولياء الامور في مديريه رام الله والبيره، تحياتي لك. شكرا. بتعمل ايد على عرقش بينك تفرح، بتشوفك تعلى وبتكبر وفي حلمك وفي أملك تطرح، ضلك شايف حلمك فيها وامشي طريقك واحنا معك، سطر واكتب احلى ما فيها عشق بلدك من جواك، روح اللي بتحيني. صلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أكيد لقاءنا يتجدد غدا بقضايا وملفات جديدة، كونوا دائما معنا على الموعد. شكرا زملائي في الكنترول، ومن ريم العمري أطيب التحيات، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، البلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن، يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب.
شركة البنار لمنتجات الألبان. البنار اختيار كل الدار.